هاي شباب، سؤال استطلاعنا لهذا اليوم راح نسأل فيه كبار السن بصورة خاصة، وهو أيام شبابك كيف كانت طريقة خطبة البنية من أهلها مقارنة بالوقت الحالي؟ خلينا أنا وياكم نسأل أهلنا وناسنا ونتعرف على آرائهم. ابقوا ويانا. والله بالرأي قديما أفضل من هسه. قديما يعني لمت الأهل، لمت العمام والخوال، تجون لأهل البنية بيتقدمون يخطبون البنية. هسه لا، صارت تقاليد يعني، تدري أنت شروط، وقامت أكثر شيء طلبات في هذا الموضوع. زواج التقليدي أعتقد ناجح، يعني بدنا نشوف اليوم زواج عن حب ده يصير أكو مشاكل، أكو انفصال، أكو طلاق، يعني زين. أنا أفضل الزواج التقليدي يمكن أحسن من الحب. يعني سابقا كانت الحياة بسيطة، الحياة حلوة سهلة، ماكو مواقع التواصل الاجتماعي، تليفونات، اللي الانترنت اللي اذى المجتمع بشكل مو طبيعي. يعني البنيه اللي قاعده مثلا اكثر من حساب فيسبوك وانستغرام، اغلب الزواج يعني حاليا. هسه انت اذا اعطيك علبه مسدوده وعلبه مفتوحه، تاخذ المفتوحه ولا المسدوده؟ تاخذ المسدوده ولا المفتوحه؟ ما في فرق. لا مثلا هديه مسلفنه وهديه مفتوحه معرضه للشمس، وهذا هسه المجتمع الواقع كله انفتح. يعني قبيل وين البنية؟ بس شوفه لو بالخطوبة شوفه، لو لا ما شايفه قبيل. وبعدين المعايير مال الزواج هسه ما اختلفت، يعني العوائل تطلب طلبات تعجيزية، سيارة وبيت. أول ما تجيك تقول لك اعزل، شفت انت ابن اللي حتى اعزل. بس قبل كانت التوحفة تطلع حلوة، حلوة مو حلوة، قبل اكو اخلاق، اكو 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 عيشة بسيطة سهلة. يعني البنية بالنسبة للخطبة مالتها هسه احسن من قبل. من ناحية تتعرف عليها وشوف وضعها شنو، هي تعرف الوضع مالته، وبعدين اذا عجبته وعجبها يعني دز جماعه عليها وخطبها. زين حجي، الطريقه القديمه شنو سلبياتها؟ والله القديمه سلبياتها مو شيء، لان اكو مرات بدون يعني ما يشوفها وهي تشوفها وراسا يزوجوها. انا يعني شايف يعني ايه. يعني قصدك حجي من ناحيه الجمال؟ ام جمال وهمين راسا اسلوب لنا. يا زوجناك فلانة تعال. إيه. وأنت لا تدري ولا. ولا تدري ولا أنا أعرف جماعة همينة يعني مر عليها إن شاء الله. طبعاً القديمة أفضل من ناحية إن الأهل يدرون، الأماية تكون ترتب تفرح ببنها، إنه شلون ترتب له، مو تجي هي تتفاجئ إنه كل شيء هو مرتب زين. الغرفة مثل تختارها، الملابس، الأثاث. إيه مثل هسه أنا ابني وحده، أنا رتبت له البيت، أثثنا له. زين النشان انا اشتريت له، الله يخليك، نشان انا اشتريت له الذهب. زين هي هاي الفرحه لعد، هو بعد غير فرحه للولد. اي مال هو يشتري لها الذهب ويروح بدون علم الام، وتجي بس على عمى عينها الامايه، ما يرهم هيك. فانا افضل الطريقه القديمه.